دكتور حافظ، ابدا مع حضرتك. اولا احنا من 2017 حتى الان لم تصدر اللائحه التنفيذيه الخاصه بهذا القانون، وبالتالي هو لم يختبر بعد عشان نشوف ايه سلبياته وايه ايجابياته. ما الحاجه الى الدعوه لتعديل القانون وهو لم يختبر؟ شوفي، انا يعني الرئيس استخدم تعبيرات شديده الدقه، قال ان هذا القانون من اللحظه الاولى كان فيه عوار، وان تم اصدار هذا القانون تحت فوبيا، وهو استخدم كلمه فوبيا. فعلا كان فيه تخوف كبير جدا من المنظمات والمنظمات الحقوقيه وبتاع، وبالتالي وضع فيه من القيود ما جعل تطبيق هذا القانون شبه مستحيل. يعني اديكي مثال، مش بس تقييد المنظمات الحقوقيه، التنمويه والخيريه. قال لك انه عشان المقاطعه بس، هو التخوف ده راح؟ الفوبيا راحت؟ لا، يعني انا اظن دلوقتي بقت الاوضاع اكثر استقرارا، المجتمع نفسه اكثر استقرارا، وبالتالي الدوله تم تثبيتها بشكل جيد، وبالتالي مخاوف بقى من دور المنظمات ما بقتش بنفس التخوفات السابقه. وده لما ياتي من راس الدوله المصريه يبقى كده يعني تم دراسه هذا الامر بشكل قوي، وبالتالي هو بقى عنده انطباعات مهمه. اهم نقطه في هذا الامر ايه؟ يعني اديكي مثلا في المادة 4، لما يجي الجمعية أو التنموية أي خيرية تيجي تعمل نشاط في محافظة أخرى غير المحافظة اللي بتعمل فيها، لازم تاخد موافقة الوزير المختص. ده معناه أنه جمعية زي يعني مصر الخير، ولا جمعية زي ده اللي بتعمل نشاطات في كل محافظات مصر، واقفة تاخد موافقات من السيد الوزير على كل نشاط خير. التمويل لما لازم لجنة من 9 جهات لموافقة على تمويل المنظمات الدولية. المهم احنا في مصر في السنة دي انسحب من مصر عدد كبير جدا من المنظمات غير الحكومية الدولية اللي بتشتغل في مجالات التنمية، منها على رأسها مثلا المنظمات الألمانية. وبالتالي ليه؟ لأنه في لجنة تنسيقية من 9 جهات ومنهم وزارات وأجهزة أمنية وكذا، وهم اللي يقولوا اه ولا لا، وبالتالي ما بقاش في امكان. كميه القيود على حتى اعضاء مجلس الاداره، الجهه الاداريه عندها الحق في ان هي تعترض على اعضاء مجلس الاداره، انه لازم يبقى عنده سجل جنائي ما فيش فيه اي شيء. طب انا في واحد كان عنده شيك وبعد كده قضى عقوبه ولا تصالح ثم بعد ذلك عايز يعمل جمعيه اهليه، امنعه ليه؟ وهكذا. اخطر حاجه في هذا القانون ايه بقى؟ العقوبات السابقة للحرية، اللي هي 5 سنين سجن، تصل إلى 5 سنين سجن وسنتين سجن وسنة سجن في عمل تطوعي. طبعا لما بنتكلم على أي جرائم، قانون العقوبات يغطي كل الجرائم، ما فيهاش كلام. اختلاسات، أي كذا، دي في قانون العقوبات العام. طيب القانون ده إيه؟ ده قانون أنا اللي هبقى لو في مخالفة عليا هتبقى مخالفة إدارية. مخالفة إدارية فيها غرامة، في حل مجلس إدارة، في غلق يوم ما تبقى غلقها، أعمل عقوبات سريبة الحرية ليه؟ وبالتالي عشان كده مهم جدا الكلام اللي قاله الأستاذ الرئيس في أهمية تقدير دور المجتمع المدني اللي بيلعبه على أكثر مستوى، الخيري والتنموي والحقوقي، واحنا محتاجين جدا منظمات حقوقيه وطنيه تعمل بشكل جيد في مصر. النقطه الثانيه انه رقابه وزاره التضامن الاجتماعي مع رفع كفاءه العاملين والموظفين فيها هتخليني مطمئن كدوله. عشان بقى الجزء اللي بتقول ايه، طب هم الفوبيا راحت؟ لا، الفوبيا عايزه وزاره التضامن الكفاءات اللي فيها تشتغل بشكل دقيق ولصيق مع الجمعيات الاهليه، وبالتالي تظل الرقابه فيها جيده. فانا اعتقد ان الحاجه الاهم بقى ان احنا علينا في خلال السنه دي كميه ملاحظات دولية على مصر في موضوع قانون الجمعيات كبيرة. يعني احنا التقرير الأمم المتحدة، احنا رايحين السنة الجاية إن شاء الله 2019 نعمل اليو بي آر اللي هو المراجعة الدورية الشاملة لمصر. عندنا كمية من التوصيات كبيرة جدا على قانون الجمعيات الأهلية، وبالتالي هيبقى محل انتقاد شديد جدا. أيضا علاقات دولية، مصر عندها علاقات متميزة مع ألمانيا. احد النقاط المهمه جدا اللي الحكومه الالمانيه بتثيرها دايما وتتكلم فيها، وشفنا اعضاء برلمان هنا اشوها، موضوع المنظمات غير الحكوميه، لا سيما ان في 3 منظمات كبار، ناومان وايبرت وكونراد ادناور. الثلاث منظمات دول كانوا بيشتغلوا في مصر من سنه 71، عندهم اتفاق خاص وكان بيضخ اموال كبيره في الشغل في مصر، سواء في المسائل الانشطه الثقافيه او التعليميه او كذا، وبالتالي دول انسحبوا تقريبا او شبه جمدوا نشاطهم في مصر. نحن في حاجه الى قانون جديد او تعديل هذا القانون وازاله المخاوف والفوبيا اللي كانت موجوده فيه، ونعود الى قانون تنظيمي لعمل الجمعيات الاهليه ولا يخوف الجمعيات، وفي نفس الوقت هنحل مشكله ان انا عندي منظمات مش مسجله، وكان نقول لا، كل المنظمات تسجل وتعمل وفق قانون الجمعيات الاهليه طالما انها بتشتغل في النشاط غير الربحي. لو ربحي اعمل بقى شركه ولا اعمل دي حاجه تانيه.